بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في وزارة الاتصالات ونشكر حضوركم. اليوم ارتئينا أن نعرض للرأي العام مجموعة من الإجراءات والأرقام والإحصائيات التي تتعلق بموضوع حجب المواقع الإباحية التي تبنتها وزارة الاتصالات منذ استلامنا للمسؤولية في الوزارة. أود ابتداء أن أبين في البداية، أود أن أبين أنه صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 13/3 ملزم وبات كما معلوم للجميع، يلزم الوزارة والهيئة وجهات أخرى في الدولة العراقية بحجب المواقع الإباحية وحجب المواقع المسيئة والمخلة بالآداب والمحتوى الفاحش والسحر والشعوذة والإساءة للذات الإلهية، ويعني أي أمور يعني خارجة عن ثقافتنا العراقية. حقيقة تضمن قرار المحكمة الاتحادية 14 فقرة تناولت مختلف الجوانب المسيئة المنتشرة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا اتخذنا الإجراءات المناسبة على ضوء قرار المحكمة الاتحادية لتنفيذ القرار باعتباره باتا وملزما، وسنعرض إجراءاتنا أمام مجلس وزراء في أقرب فرصة إن شاء الله، وسنطلب من مجلس الوزراء الدعم اللازم لتنفيذ بعض الإجراءات لأنها خارج صلاحيات الوزارة وخارج إمكانياتها المالية، وكذلك بعض الفقرات قرار المحكمة تحتاج إلى قرارات حكومية وتشريعات وقرارات من مجلس النواب. ففيما يتعلق بوزارتنا وقدر تعلق الأمر بالوزارة، أود التوضيح أنه نحن منذ اليوم الأول لاستلامنا المسؤولية باشرنا بعملية حجب المواقع الإباحية بواسطة الإمكانيات الفنية المتاحة لدى الوزارة. الوزارة تمتلك أجهزة بوابات النفاذ الدولية موزعة في المنافذ الحدودية، وبالتالي أي سعات إنترنت تدخل للعراق تتفتش من خلال هذه الأجهزة ويتم حجب المواقع. لكن هذه الآلية المتوفرة لدينا تعتبر محدودة الإمكانية، لأنه إحنا نحجب يعني أمور يعني ممكن أوضحها للرأي العام لغير المختصين بطريقة مبسطة، مثل اللي يعني بالمطار يفتش جنطة يدويا، وأكو من يفتش جنطة بجهاز سونار متقدم. بالتأكيد من تفتش يدويا مو بنفس الإمكانية والكفاءة من تفتش بواسطة جهاز. الجهاز اللي يفتش على هذه المواقع يسمى جهاز الفحص الدقيق Deep Packet Inspection DPI. هذا لا تمتلكه الوزارة لأنه إمكانياتنا المالية لا تسمح بذلك، لكن طلبنا يعني نتأمل أنه إن شاء الله نحصل على تخصيصات المالية من خلال دعم مجلس الوزراء ومجلس النواب في هذا العام. هذا الجهاز يرفع نسبة الحجب بشكل كبير، قد تصل إلى 90% أو 95%. لكن مع ذلك إحنا خلال الفترة السابقة من استلامنا الوزارة استمرينا بالحجب بالطريقة اللي هي المتاحة، اللي متاحة ضمن إمكانيتنا، وهي أنه نحن نحجب على عنوان الموقع الإلكتروني على أساس الاي بي ادريس. وهذا طبعا المواقع هذه مثل ما معلوم للأسف أنه هي تجارة رابحة ورائجة، فضلا عن أهدافه في تفكيك النسيج المجتمعي للمجتمعات. بالتالي إحنا كل ما نحجب مواقع على ضوء العنوان الإلكتروني، لأن مثل ما ذكرت لكم هذه إمكانياتنا المتاحة حاليا، هم يغيرون العنوان
ويبثون الموقع بعنوان إلكتروني آخر، ونحن نعمل ملاحقة مستمرة. حقيقة لدينا فريق فني مختص في شركة السلام العامة التابعة للوزارة، وأنا أتابع العمل بنفسي وأشرف بشكل يومي على العمل حتى في عطل نهاية الأسبوع الفريق يعمل. نحن في ملاحقة مستمرة للمواقع، خاصة المواقع المهمة التي عليها نسبة زيارات ومشاهدات عالية، فكل ما يغيرون العنوان إحنا نحجب العنوان الجديد وهكذا. هذا واحدة من التحديات الفنية في عملية الحجب. هناك تحدي آخر هو برامج كسر الحجب المتوفرة والمتاحة مجانا للأسف، اللي معلوم أنه هي برامج الفي بي ان. هذه الحقيقة متاحة مجانا، وصحيح هي عند استخدامها الخدمة تصبح نوعا ما ثقيلة، يعني بطيئة، لكن مع ذلك هي متاحة. لكن بالنتيجة ولا دولة في دول العالم بإمكانها فنيا الحجب 100%. هذا متعذر فنيا بسبب وجود آليات فنية كثيرة لخرق الحجب أو تغيير أو التحايل على آليات الحجب، فضلا مثل ما ذكرنا برامج الكسر. هذا بالنسبة للتحديات اللي موجودة من الناحية الفنية ومن الناحية المالية. لكن مع ذلك أطرح أمام حضراتكم، أمام الرأي العام العراقي، أرقام صادمة حقيقة أنجزتها الوزارة في عمليات الحجب، وسنزودكم بإحصائيات مكتوبة ويعني مخططات دقيقة، وهذا من مصادر عالمية سأعرضها لحضراتكم إذا أمام الكاميرا أو نوزعها على حضراتكم. حقيقة مقارنة واحدة فقط بسيطة في كانون الثاني 2023، يعني العام الماضي شهر الواحد العام الماضي، كان عدد الزيارات للمواقع الإباحية لأعلى المواقع، مو كل المواقع طبعا، معلوم المواقع عددها تقارب 40 مليون موقع أو أكثر، لكن عدد الزيارات في العراق في شهر واحد فقط أكثر من 500 مليار زيارة ومشاهدة، أكثر من 500 مليار، 515 أو أكثر مليون زيارة ومشاهدة في شهر واحد العام الماضي. في هذا في الشهر شباط العام هذا العام، يعني بعد مرور سنة، خفضنا مقدار الزيارات بواسطة الحجب إلى 89 مليون. ما قدرنا نصفرها 100% للأسباب اللي ذكرناها، لأنه أدواتنا محدودة وإمكانياتنا المالية أيضا محدودة، لكن خفضناها من 0.5 مليار إلى 89 مليون زيارة. هذا أمام حضراتكم التوب 10 أعلى 10 مواقع بالمشاهدة. لاحظوا هذا اللون، اللون البرتقالي هذا يمثل قبل سنة، واللون الأزرق قبل يعني هذا الوقت في شهر شباط من هذا العام، انحدار انخفاض شديد في عدد الزيارات والمشاهدات. وهذا المخطط يمثل أيضا حجم الانخفاض للتوب 35، أعلى 35 موقع بالمشاهدة. طبعا هذا أيضا اللي باللون البرتقالي يمثل قبل سنة، وباللون الأخضر اللي هو كلش بسيط يكاد يرى، هذا في شهر شباط من هذا العام. طبعا هذه الإحصائيات مو مرتجلة أو مفبركة، وإنما هذه وفقا لهذه الجداول وإحصائيات عالمية منشورة رسميا، بحيث عند استلامنا للوزارة وقبل نبدأ بعمليات حجب المواقع الإباحية، كان العراق ضمن قائمة أعلى الدول مشاهدة للمواقع الإباحية. الآن بعد عمليات الحجب برغم إمكانياتنا المتواضعة
الآن العراق خرجوه من دائرة أو قائمة أعلى الدول المشاهدة، خرج من القائمة بالنسبة لهم. فحقيقة عندنا إجراءات كثيرة إن شاء الله وماضين بها، وزائدا طبعا جهود أيضا من هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي. هنالك مهام مشتركة، وكذلك يعني بعض الأمور تتطلب تدخل من مجلس الوزراء الموقر، وبعض الأمور تتطلب تدخلات تشريعية من مجلس النواب الموقر. أشكركم. هناك الكثير من التطبيقات الإلكترونية حضرت في دول أخرى من ضمنها هل لديكم إجراء بخصوص هذا الموضوع قد مطلب إلى مجلس الوزراء؟ نعم، أنا قدمت طلب لمجلس الوزراء بحجب التيك توك، وأتمنى أن إن شاء الله يناقش بأقرب جلسة ممكنة بحجب التيك توك. في الحقيقة التيك توك ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمع العراقي، وهو ما به فائدة علمية أو تعليمية أو فد آلية معينة للتواصل، يعني مجرد للترفيه والترويج والنشر. يعني خلينا نقول إذا انحجب ما راح يرتب ضرر معين على مؤسسة أو على يعني يتعطل منصة تعليمية أو أي شيء. لكن القرار حجب التيك توك مو قرار وزارة الاتصالات، يجب أن يصدر من البرلمان أو من الحكومة حسب ما يرتئي مجلس الوزراء إن شاء الله ويقرره. حقيقة كثير من الدول حجبت التيك توك، وعلى رأسها مؤخرا الكونغرس الأمريكي أصدر قرار بحجب التيك توك، إضافة لكندا، إضافة لدول أخرى. فهو قرار يجب أن يتبناه في تقدير المتواضع يتبناه ممثلي الشعب، وضرر كبير. وأنا يعني يسهل علينا حجبه، يعني فنيا ما عندي إشكال في حجبه، بس أحتاج قرار من جهة عليا تبلغني بحجب التيك توك وأنا أحجبه. نعم. وزير السلام عليكم، بدر الركابي مراسل قناة التغيير. تحدثتم عن التحديات بعد قرار المحكمة الاتحادية، واحد من هذه التحديات قد تكون هو انشطار السيطرة على هذا الملف بينكم وبين هيئة الإعلام والاتصالات. ما مدى التنسيق بينكم؟ ما هي خطط العمل من أجل ترجمة هذا القرار؟ نعم، حقيقة لا يوجد تحدي فيما يتعلق بالعمل بيننا وبين هيئة الإعلام والاتصالات، بالعكس العمل مشترك. إحنا علينا الجانب الفني التنفيذي، والهيئة باعتبارها مختصة بالجانب الإعلامي فهي مخولة بموجب أمر ديواني تعتبر هي نقطة الاتصال الوطنية المكلفة بمسؤولية التواصل مع شركات فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها من الشركات، والهيئة هي المكلفة بالتواصل معهم وإعلامهم بالمحتويات المطلوب حجبها من الدولة العراقية. لكن حقيقة استجابة هذه الشركات ضعيفة جداً، لذلك نحن إن شاء الله نأمل أنه تتخذ قرارات من مجلس النواب ومجلس الوزراء بإلزام هذه الشركات باحترام قرار المحكمة الاتحادية واحترام الثقافة العراقية ومجتمعنا والالتزام بحجب المحتويات المرفوضة. نعم، مساء الخير، صقر منذر مراسل قناة الأولى الفضائية. اليوم أنتم أمام تحدي كبير لغلق هذه المواقع، لكن بينما هناك أيضا مواقع مختصة بعملية الهكر والقرصنة وأيضا فتح هذه المواقع يعني ببرامج مختصة، فبالتالي اليوم أيضا يستطيع أي شخص أن يفتح هذه المواقع من خلال بعض البرامج. هل لديكم خطة ومعايير لغلق هذه البرامج التي تقوم بفتح هذه المواقع المحجوبة من قبل حضراتكم؟ نعم، هو حقيقة مثل ما ذكرت فنيا لا يمكن الوصول لحالة من الحجب 100%، وهذه المشكلة تعاني منها كل دول العالم حتى الدول المتقدمة فنيا، لكن أكو جهود كبيرة تبذل. حقيقة هو مثل ما ذكرت لحضراتكم لكون تجارة رائجة ومدرة للأرباح، فضلا عن أهداف تفكيك النسيج المجتمعي للدول، مثل ما جهات تصنع هذا المحتوى جهات تصنع برامج الكسر، وبالتالي العملية عملية معركة مستمرة ومعركة لا تتوقف.
كل ما نبتدع آليات للحجب كل ما يبتدعون آليات لكسر الحجب، فهي عملية ملاحقة فنية مستمرة وتحدي لا يتوقف. معالي الوزير السلام عليكم. السلام. حسن فواز مراسل وكالة الأنباء العراقية، تحدثت عن جهاز غالي سعره، زين العراق شوف راح يستورد أو يجيب هذا الجهاز اللي بإمكانه اليوم إنه يحلكم جزء كبير من مشكلة مواقع الإباحية. الشفت الثاني عذرا لطالع أتحدث عن موضوع من ضمن مواقع الإباحية، هنالك ألعاب، هنالك ألعاب اليوم شغل الأطفال، يعني أيضا تؤثر على النسيج المجتمعي، تؤثر على تربية الأطفال. هل هنالك إجراء من قبل الوزارة بحجب بعض الألعاب مو كلها؟ نعم، بالنسبة للألعاب أنا أتمنى أحصل على دعم مجلس النواب ومجلس الوزراء في إصدار قرار بحجب الألعاب مثل البوبجي أو غيرها. يعني إحنا بالنسبة لنا جهة تنفيذية يردنا قرار ننفذ القرار طالما ضمن إمكانياتنا. أما بالنسبة لتوفير التخصيصات المالية، في العام الماضي لم يتاح ذلك بسبب تأخر إقرار الموازنة، ويعني ما أسعفنا الوقت لتوفيره، وإن شاء الله هذا العام أتأمل دعم مجلس الوزراء الموقر في توفير التخصيصات المالية لشراء هذا الجهاز. السلام عليكم. عباس المولى ورأس قناة البلدية. مشروع الكيبل الضوئي إلى أين وصلت مراحل التنفيذ، خاصة أنه تعرض إلى بعض التخريب في بعض المناطق؟ العمل بالكابل الضوئي مستمر، ويعني بالتأكيد هو مشروع جدا كبير، هو بديل للهاتف الأرضي النحاسي السابق، ونحن ماضين ضمن توقيتات البرنامج الحكومي وبزيادة أكبر من المطلوب، ومتوقع أن يتعرض لأعمال حرق وتخريب لأنه بعض الوكلاء تتضرر مصالحهم من وجود هذا الكابل اللي هم أصحاب الأبراج، فيعمدون إلى حرق الكابينات وتخريبها. وأنا حقيقة بودي أن أتحدث معكم في أمور كثيرة تتعلق بنشاطات الوزارة الأخرى إن شاء الله في لقاء قريب في الأيام القادمة. اليوم كرسنا لقاءنا لهذا الموضوع الخاص بالمواقع الإباحية وقرار المحكمة الاتحادية. شكرا.